مثلا هو في فلسطين مش زي اي دوله في العالم، يعني ممكن الدول برا بفكروا في اشياء ترفيهيه كثير، بفكروا في اشياء، احنا بنفكر في ايش؟ في سكن، في امن، في مي للمزرعه. يعني شوف كيف طريقه تفكيرنا احنا وطريقه تفكيرهم هم. يعني الناس اليوم بتطلع على القمر، وفي ناس طلعوا على القمر، واحنا لسه بنفكر في ابسط مكونات الحياه او العيش. زهدي حامد، فروش بيت دجان، عمري 30 سنة. يعني مطلوب للشباب إنه يتوفر له بيت إذا بده يتزوج، طبعاً يكون في عنده بيت صالح للسكن، بس للأسف هون مناطق الأغوار ممنوع السكن فيها، ممنوع البنى. يعني اللي بمنعنا من وجودنا أو من تواجدنا في هاي المنطقة اللي هو الاحتلال الإسرائيلي. ما في مستقبل يعني هون في هاي المناطق حالياً. يعني الشباب مكبوتين من الداخل، مكبوت بكون الشاب. أنا لما بدي أتزوج بدي أضطر إني أترك هاي البلد. ذكرياتنا بصراحة هون في مناطق الأغوار بشكل عام صعبة، يعني كلها جيش وطخ وإطلاق نار وتسكيرات وإغلاقات. يعني من 3 شهور تقريباً كان في تدريبات للإسرائيليين في المنطقة، وكانت كل التدريبات من مسافة الصفر، يعني من أمام البيوت والمنازل كانوا يطلقوا النار الاحتلال، فهذا عمل رعب للأهالي وللأطفال. يعني هلأ من بداية التدريب ممكن يستمر التدريب من 3 ساعات ل5 ساعات، والناس محجوزة في بيوتها ما بتقدر تتحرك. يعني هلأ لو ما في عنا احتلال وما في عنا ضغوطات هنا على الأغوار بشكل عام أو على فلسطين كاملة، بتلاقي الحياة بتختلف عن يعني في أمن، في سلام، في راحة، في تطور، وممكن نطلع على القمر.